هل في القرض زكاه؟ هذا السؤال له جانبان، جانب المقرض وجانب المقترض. فنجي صاحبنا المقرض، يعني انا اخوي الان يبني بيت وعطيته 100,000 قرض يبني بيته، هذه انا عندي ما فيها زكاه. لماذا؟ لان الفلوس 100,000 لا هي عندي ولا عند اخوي، اخوي عطاها العمال واشترى بها ادوات وراحت، فيه غير موجوده لا عندي ولا عند اخوي. حينئذ انا ارى انه ليس فيها زكاه. هذه بالنسبه للمقرض النوع الاول. المقرض النوع الثاني، انا اقرضت ولدي 100,000 عشان يبيع ويشتري، علشان يبيع ويشتري. فحينئذ ان كان يعني انا نويت ان شريك له في التجاره فهو يزكيها، وان كان انا ما نويت اني شريك له في التجاره وانها قرض وانه يرد علي وهو الان يستعملها في التجاره فانا ازكي. هذه بالنسبه للمقرض. بالنسبه للمقترض، المقترض ما عليه في القرض زكاه، لانه ان كلافه راح وان بقي فهو دخل في ماله. صحيح. ويزكيه على اعتبار انه ماله، ما يسمي قرض. انت الان دخلته في مالك واختلط مع مالك فتزكيه مع مالك. نعم.